في إطار استعدادات سان جورج الإثيوبي لمباراة إنبي بإياب دور 16 الإضافي لبطولة الكونفدرالية، أعلن اللاعبون عن إقبالهم على حسم اللقاء والتأهل لدوري المجموعات. لقد حققنا نتيجة إيجابية في الذهاب، فنجحنا في الفوز بهدفين دون مقابل، ولدينا فرصة أفضل منهم كثيرا. سنحاول أن نهزمهم ونقدم مباراة جيدة من أجل العبور إلى الدور القادم. نحن بخير ومستعدون لهذا اللقاء، لقد فزنا في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين. الآن لدينا الأفضلية وسنلعب جيدا وسنفوز، لا يوجد فارق كبير. نحن نركز على أنفسنا فقط وعلى فريقنا، ولا نركز في الفارق بين إنبي والزمالك. فالآن أصبح لدينا العديد من الخبرات. استعدادات على قدم وساق في صفوف الفريق الإثيوبي لمواجهة إنبي. إنجي صابر للسوبر كورة.